وقال إن هو خد سرايا أكبر وأنضف من سرايتك 100 مرة. مش حلوة أنضف دي. لا ومش كده وبس، ده كمان بيقول إن العمودية هتلف ورجعاله رجعاله، وإن أنت يعني لا مؤاخذة يعني على قدك مش هتقدر تبعهم ده. أنت جاي عشان تقول لي الكلام ده حبا فيا؟ بصراحة؟ أيوه بصراحة. أنا عايز أشتغل، عايز أعمل أي حاجة. أنت عارف إن شمس دلوقتي حامل وإن أنا يعني عاطل. خدني جنبك يا حسن. مروان مش طايقني من ساعة اللي حصل بيني وبينه. وإيه كمان؟ اللي أنت عايزه، أنا من إيدك دي لإيدك دي. طب روح أنت دلوقتي. إلا صحيح يا حسن، هو أنت خدت سرايا جديدة؟ آه بجد؟ مش كنت تقول؟ أديني قلت. وريتال وجابرية هناك بقى؟ أيوه. آه يعني أنت واخدها مخصوص ليهم؟ هنتنجلوا كلنا هناك. إزاي يعني؟ مش كنت تاخد رأينا؟ افرض إحنا لينا رأي تاني. لا هنتنجلوا. لا محدش هيتحرك من هنا. أصل حسن فاكر إنه لما ياخد سرايا إنه كده خلاص بقى كبير البلد. بس لا، البيت ده هو البيت الكبير واللي فيه هم أسياد البلد يا حسن. وأنا سيد الأسياد دول. لبنى معاك مراتك طبعا ومن حقك تاخدها، لكن انا معلش اعذرني مش هكون مستريحه غير في بيتي وبس. البيت اللي انا فيه هو بيت كريم، وانت ملزومه مني زي لبنى بالظبط. وبعدين محرم بيه كان حمايه، يعني زي ابويا الله يرحم. انا عارفه ومتاكده. وبعدين يا سيدي سيبني براحتي، ده البيت جنب البيت، يعني خطوتين واكون عندك. انا مش هروح معاه في حته، انا مش هسيب بيتي. جرايا لبنى، حسن واخد لك سرايا كبيرة قوي، سرايا حسن عبد الحكيم، وواثقة إن هو هيعاملك معاملة كويسة. ولا يا حسن؟ أمال إيه؟ سرايا حسن عبد الحكيم كبير البلد. إن شاء الله عشان تشوف البيت الجديد. كنتش عاوز ناجي ولا ايه؟ معقولة يما، البيت بيتك طبعا. ما قلتليش. ايه رايك في السرايا؟ زينة، حلوة والله حلوة. قول لك ايه؟ قولي يما. عاوزين نتكلموا كلمتين حبيبي. تفضلي. الله يرحمك يا غالي. الله يرحمه ويحسن اليه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. امين يا رب. مروان أنا فهماك حبيبي، ولدي ونمك، وعارفك حتى من طلة عينك. يعني أنت مش جاي عشان خاطر حسن؟ واللي أنت بتعمله ده مش عشان حسن، مش قلت لك أنا فهماك؟ تفضل يا أم. يزيد فضلك حبيبي، تعال. انت عارف ان انا اللي وجعت حسن في الورطه دي وجاياك عشان تطلعه منها. هو مش قد الناس اللي حواليه. قدهم وزياده يا امه، بس انا خايف عليه يطلط ويوقع في البركه اللي انا وقعت فيها. عشان كده انا جيت لك. تبقى في حاجه لازم تعمليها. اقعد معاك صح. الله عليك يا امه، بتفهميها وهي طايره. يا واد انا وخي وزن بلد وماله. بتولدي حبيبي وانا جاي عشان كده. انا عايزه اقعد معك. تشرف يا امه والله. ايوه امك اللي قالت لي اعمل كده. بس انت كده بتعترفي على نفسك. انا لو كنت سكت كانت ريم موتتني. ولو اتكلمت برضه هتاخدي اعدام. ها قلتي ايه؟ اعدام؟
لا لا إعدام لا، أنا عايزة أعيش. أنا كنت مغصوبة على الكلام ده وربنا شاهد على كده. خلاص هتقولي إن كنت مغصوبة تقولي الكلام ده، وفي شهود مش كده؟ أيوه أيوه في شهود. والبنت مفيدة؟ لا مفيدة مستحيل تقول كده، دي مش بعيد كمان تقول إنها شافتني وأنا بقتله. لا مش هتقول كده، تقول أكتر من كده كمان، عشان هي عارفة إن أنا سبب في خطف ولدها. هو أنت كنت السبب؟ أيوه أمك، أمك قوية قوية يا شهد، كانت عايزة تموتني. أيوه أمك خنقتني، كانت عايزة تطلع روحي وقالت لصوفة روح تويها في أي مطرح، بس ستر ربنا نجاني، عشان كده خدت لي بيت وكانت بتصرف عليا كمان. أمك مش سهلة يا شهد، ولا هي طيبة، ولا الملاك اللي انتوا شايفينها ده. هاي يا حسن، أنا قلت برضو إن لبنى مش هتهون عليك وأكيد هتيجي عشان تقعدي معانا. لا أنا جاي عشان أتكلم معاك أنت. يا سلام جوي جوي، اتفضلي اتفضلي. خير؟ شوف يا حسن، انا ما رضيتش اتناقش معاك خالص في موضوع لبنى وانت في بيتي، فانا جاي كده بهدوء وبالراحه اخدها، لا اما والله لا تربق البيت ده على دماغك. طب وماله، ده انا حتى ابقى سعيد جوي على الاقل ابقى عرفت ان في حد في البلد دي يقدر يوقف قصادي. ليه كده بس يا حسن؟ ايوه انا احب الدخله الناعمه دي، بتكيفني، بتخليني كده احن وقلبي يهدى. بس بيني وبينك انا احب كون الحريم جوي. جرى يا ابن عبد الحكيم. طب كنت خليك على الخط الاولاني شوي، على الاقل كنت صدقتك. بقول لك يا ريم، انا زي ما قلت لك قبل كده، انا احب يكون ليا بيت لحالي أعيش فيه مع حريمي، ملك كده وسطيهم. عارف لو محرم كان عايش كان قتلك بجد. الله يرحمه ويحسن إليه، كان أبو مرتي وأنا دلوك راجل العيلة، يعني أعمل اللي أنا شايفه الصالح. وأنت فاكر إن أنا ضعيفة؟ فاكر إن أنا هسكت لك يعني يا حسن؟ أيوه، وهتقولي لي أعمل اللي أنت شايفه صح يا حسن، وأنت مبسوطة وسعيدة كمان. أنت يا بغلي اللي بره، عايزك تتبع عجلين وتوزع فتة ولحمة، عايز كل بيت في البلد دي ياكل زفر، خلي الناس تدعي لنا، ما انت عارف دعوة الغلابة باب السماء مفتوح لها، واحنا بنتمسح في رحمة ربنا. عن إذنك عشان وراي شغل.